قطع على مستوى التمرير، فرصة الجول، مولر، جول 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 جول، إنه سام مولر ينجح في تعديل النتيجة بعد خطأ فادي على مستوى وسط الميدان. يستغل القناص مولير، نعم يا مولير، تستغل كرة وتمرير رائعة من كوندوغان. مولير بالخبرة، بالهدوء الممكن وبالدقة المتناهية ينجح في رفع الكرة للحارس غالوريس بهذه الطريقة الجميلة. هدف، هدف رائع جدا، ليس بغريب عن مولير، ليس بغريب عن مولير، واحد من نجوم البايرن ميونخ، واحد من الماكينات البافارية التي تصنع الحدث اليوم في ستاد دو فرانس. ألمانيا تعود في النتيجة.